هذا لا عنده فكر يقدم، ولاحظ انه عمره 14 سنة. شو ده والله ما الله شغلي انا دبا ما تكفي واحد جيب 30 دمشق. شو ده والله ما الله اسالكم بالله الكتاب اللي راح يحتوي وش حتى على فكره ترى التويتر الان مولع يقول وش العلم اللي عندك وش فيه اللي حاب أقول. أنا الحمد لله من عمري 9 سنوات وأنا أقرأ كتب، يعني يمكن ربع منها أنت ما قرأتيها، والحمد لله يعني أنا نشأت في بيئة علمية.